صباح الخير عليكم مشاهدينا أينما كنتم. اليوم بوصفة وخلطة جديدة للأقدام مع نهى رتروت خبيرة التجميل. صباح الخير عليك. صباح النور عليك. يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. إيش مكونات هذه الوصفة؟ اليوم رح نعمل المكونات، رح نستخدم فازلين تمام الطبي يعني الخام، بودرة أطفال، بودرة أطفال أيوة، زيت زيتون وجلسلين. تمام، هذه الوصفة ممكن تخبري المشاهدين عن إيش متخصصة بالضبط؟ هلا هي بتعالج، أنا بسميها الوصفة السحرية، بتعالج تشققات القدمين والأسب، يعني هلا لأنه في أيام سيدات لما بتغير دواء الجلي بصير إيديها يتشققوا وبتنتف الجلد بالضبط. هذا علاجه 100%، كثير رهيب يعني لليدات وللقدمين كمان، حتى للأطفال كمان في بيجي عندهم من الفوط بصير عندهم سماق البيبي. هذا كمان بيعالجه، كثير رهيب لانه منتجه طبيعي وما في اي مواد. طيب نعيد على المشاهدين المقادير عشان يحفظوها ويجربوها. كم ملعقة بودرة اطفال راح نستخدمهم؟ كلهم يعني معلقتين بودرة اطفال. معلقتين بودرة اطفال تمام. راح نستخدم 4 معالق فازلين. طبعا نسيح الفازلين عشان يسهل خلطه. انا بحبه يعني وسط ما بين السايح شوي وهيك يكون اجمد شوي، صغيره احسن. تمام رح نحط 4 معالق بزلين. تمام، الخطوه اللي بعدها رح نحط معلقتين زيت الزيتون. ملعقتين فقط. ايوه طبعا، دام انه اجتمع زيت الزيتون مع الجلسرين. ايوه مع الجلسرين والفازلين طبعا يعطي رطوبه جدا ويعالج التشققات. بعالج بجدد الجلد كامل، بعمل تجديد الخلايا. ممكن بس ترطيب. نحكي للمشاهدين كيف طريقه استخدام هذه الوصفه. رح نخلطه اول شيء هلا عشان ما يطرطشناش بالخلاط صراحه. اول شيء رح اخلطه هلا بس هيك، بعدين اخلطه بالخلاط عشان يتجانس مزبوط ويصير ناعم اكثر. هلا هو بصير متماسك اكثر. تمام ليكون شوي صغيره. تمام يلا لازم ابعد. ايوه لانه بطرطش شوي صغيره الزيوت. رح نحاول ما يطرطش هي عشان تصير متماسكه، بس تخلط كل هالمقادير مع بعض. هاي اسهل من هيك. صارت معي زي الكريمي. مثل الكريم. طيب كم دقائق لازم نخلطها؟ احنا حوالي ما بين 3 دقائق. تمام. مع الخلط العادي. هيك احنا خلصنا. وكيف يصير قوامه عشان بس المشاهدين يعرفوا؟ زي الكريم، ناعمة طرية. عشان سهل تنفرد على الجسم. على البشرة. هلا احنا رح نعبيها. هاي شايفة؟ يا سلام، يعني بتصير بالشكل النهائي زي هذا القوام؟ زي هذا القوام، نعم. بس ممكن اخذ الملعقة عشان نوري المشاهدين كيف الشكل النهائي. طبعا تصير مثل هذا القوام. نفس الشيء. ثخينة شوية. مش سائلة قوي. ايوه ثخينة عشان تفرد. طيب بس نقول للمشاهدين كيف طريقة الاستخدام. ثخينة شوية عشان البودرة، البودرة مسكتها. طيب نقول للمشاهدين بس كيف طريقة استخدامها. هلا بأي وقت تستخدم بنحط، لأنه هو علاجي. هلا إذا عند تشققات القدمين يعني بعد الحمام تمام، وما يلبس جربان بعديها يعني شرابات. جربات. لأنه عشان تمتص بتخليها او ممكن نحطها قبل النوم ونعمل شرابات وخلاص. قبل النوم هلا، وكمان بأي وقت يعني هلا، لأنه في عندنا حالات شو اسمها سيدات اللي ايديهم القشب كثير والتشققات الجلديه، تقدر تحط مره يعني 3 مرات في اليوم.
طيب. يعني صبح ومساء وبالليل يعني كثير رهيبه اللي انا منتجها. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اذا مشاهدينا هذه كانت خلطه اليوم، اتمنى تجربوها في البيت خصوصا البنات لعالم تشققات القدم والرجال كمان والرجال كمان ما ننسيش اي حد. اذا مشاهدينا القاكم في فقرات اخرى وخلطات جديده مع نهى عطوط. الى اللقاء. اهلا فيك. اهلا.